السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا فيه الطريقه اللي غادي تمكنك من قراءه الرسائل المحذوفه سواء من الواتساب او ميسنجر او انستغرام او اي تطبيق ديال التواصل الاجتماعي، يعني واخا يمسحوا الشخص الاخر غيبقاو مسجلين في الهاتف ديالك، يعني بدون برامج. حاليا الطريقه جربتها فقط على الهواتف ديال سامسونج، ما عرفت واش تخدم في الهواتف كلها او لا. اذا نشوفوا الطريقه. يعني مثلا غادي نحاول نصيفطوا شي ميساج ونمسحوه ونشوفوا. يعني مثلا كتبوا اي ميساج، سلام صافا. يعني كيف كتشوفوا الميساج هو وصلني، غادي نحاول نسوبريميه. سوبريمي اذا ندخل الواتساب في الهاتف الاخر، كيف كنشوفوا تم مسح الرساله. اذا الطريقه باش غادي نجبدوا هذه الرساله، اذا الطريقه سهله، فقط كنمشيو للاعدادات، نبحثوا على اعدادات هي، ثم كنمشيو للنوتيفيكاسيون، ثم نبحثوا على بارامتر افونسي، ثم هيستوريك نوتيفيكاسيون، وكنلقاو جميع الميساجات اللي عندنا. مثلا الواتساب عندنا فيه 38 نوتيفيكاسيون، كنضغطوا عليه وندخلوا له. كيف كنلاحظوا جميع الميساجات، مثلا الميساج اللي جانا دابا عاد مع 57 دقيقه، السلام صافا. يعني واخا مسحوه كيبقى عندك مسجل في التليفون ديالك. واللي زوين في هاد القضيه هي بان بدون برامج. اذا هادشي ما كان كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. كيف العاده ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والضغط على زر لايك كتشجع علينا، شي تعليق محفز باش نقدمو دائما الجديد. مع السلامه.